وخلال خطبة الجمعة فسر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدينية أسامة الأزهري آيات من القرآن الكريم التي تتعلق بالشهيد، مشددا على أن من قتل في سبيل الله حي يرزق خاصة، وأن من أحيا فردا فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا تحسبن، إياك أن تظن، احذر من أن تنخدع وأن تظن أن من قتل في سبيل الله تعالى صار ميتا. وإني لأقف مع حضراتكم موقف الاندهاش من هذا التدخل الإلهي الممجد لتعديل المفهوم واستقامته. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأن من أحيا فردا في هذه الحياة فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن لما أن جاد بها صاحبها وقدمها هدية لوطنه ليحيا أبناء الوطن في أمان، قابل الله تعالى منه ذلك الفداء بأن أبدله حياة خيرا من حياته.